هاد الاجواء هذه زوينه بزاف في هاد المدينه طنجه. كنجيبوا الوليدات هنايا باش كيلعبوا وكيفوجوا على راسهم والحمد لله على هذا الامل اللي في المغرب ديالنا. وعاش الملك وعاشت الاسره العلويه وعاش الشعب المغربي. جدا ممتاز جدا هذا الفضاء الالعاب. وشكرا شكرا لكم وشكرا للناس اللي كيجيو الناس المساعدين مزيان. الله يرحم راس العال الله يرحم الوالدين. جا عند العائله في الصباح كنضيلو في البحر كنبقاو وفي العشيه كنطلعوا لنا السيركو. كيعجبنا السيركو. الالعاب كلها مزيانه كل شيء نقي. اي حاجه كنحتاجوها كتكون الناس مامنين. حتى اللي مسيرين النوم مقابلين هذا الشيء كاين الامن. حتى شي حد ما كيهضر معنا كنلعبوا في خاطرنا كل شيء كيكون مزيان وكنرجعوا للدار فرحانين. السلام عليكم. احنا جايين من بلجيكا وتنجيو هنا الفاكونس عند الفاميلا وتنجيو هنا في البارك هنايا كاين كل شيء والدراري تيلعبوا وفرحانين. كل شيء كاين كل شيء امان كل شيء العام كامل مزيان كل شيء مزيان. احنا جينا من الرباط جينا لطنجة. الاجواء زوينه جبنا الوليدات ديالنا والعائله والصراحه هذا الشيء غزال زوين بزاف بالنهار في البحر وبالليل كنجيو لهنايا يعني زوين بزاف والاثمنه زوينه وصراحه زوين بزاف بزاف. لكن عمرنا ما جينا هنا اول مره كنجيو لان حنا والعائله واخت الخواتات الوليدات شي كاين الصغار والكبار حنا كبار وكنلعبوا. لا صراحه هادشي زوين والاثمنه زوينه ما زوينه بزاف. احنا جينا كزائرين لهذه المدينه السعيده طنجه والتحقنا بهذا الفضاء اللي تبارك الله فضاء سيكوريزي لا من ناحيه الامان والامن ولا من ناحيه المعامله مع الزبائن. الحمد لله كاين لي سباس في لعبوا الوليدات ديالنا وكاين في لعبوا حتى الناس كبارين وكما كيبان لي حتى بالنسبه للتذاكر في المستوى ما كاينش شي حاجه جي الغلا ولا شي حاجه. التذكره اللي غاليه شي شويه عامله 20 درهم سيتادير في متناول الجميع. اي واحد يقدر يركب وليداته او لا هو بشخصه بنفسه يقدر يركب. وبالنسبه للمرافق عموميه متوفره الحمد لله تقنا مرافق عموميه في المستوى المطلوب. بالنسبه لاماكن ديال الاكل ولا شي حاجه حتى هي تبارك الله متوفره الثمن في متناول الجميع. بلاصه مزونه منظمه. انا عايشه برا اول مره نجي هنايا. الملاحظه اللي لاحظت بان كاين نظام ما كاينش قله الحياه وهذا الشيء اللي كيفتشوا عليه الناس لوليداتهم وراسهم. سنكونوا نتساراو في بلادنا منظمه مرتبه حيت كتجينا غير من بلدان اخرى كنبغيو نشوفوا هادشي في بلادنا. والحمد لله بلادنا هي ماشيه شويه شويه حتى نوصلوا. لاحظت شي زعما شي حاجه خايبه ملاحظتي الشخصيه ما كاينش حاجه خايبه مزيونه. اليوم جبت الوليدات ديالي هنايا يلعبوا في هذا الفضاء. هذا صراحه واحد الفضاء متميز كنشكروا بزاف الصاهرين عليه. صراحه فيه الامن فيه كل شيء متوفر صراحه وحتى بالاثمنه مناسبه. نحن كجاليه مقيمه بالخارج يعني جينا نشوفوا الوالدين ديالنا ونشوفوا البلاد ديالنا والوليدات عاود في العشيه ضروري ما كنخرجوهم وهذا الشيء صراحه مزيان. وكنشكروا صراحه الصاهرين عليه وكنتمنوا كل عام ان شاء الله نزوروا بلادنا ان شاء الله ونتمنوا التقدم والازدهار لبلادنا ان شاء الله يا ربي. هذه النوبه الثانيه كنجيو لهذا المقطع. هذا ما اجمله وما اروعه ما احوجنا الى مزيد خصوصا مدينه طنجه ومدن اخرى ان شاء الله تعالى نشوفوها حتى هي في هذه الاوج ديال الالعاب الاطفال. حظ الله احنا من الجاليه في الخارج من مقابل الاثمنه فهي ممتازه ومن ناحيه الاثمنه والتوقيت فهي اجمل ما اجمل في اجمل. احنا في الانجليز في مانشستر. برك مزيون الصراحه. كنجيو بالليل مورا ما كنمشيو بالنهار للبحر كنجيو كنبدلو الجو هنايا مع الاصدقاء. الاثمنه مناسبه الصراحه كامله مناسبه في جميع الالعاب.